بين عشرات المشاريع التي تقدمت حافظ مشروع فاطمة على الصدارة. مبارك عليك مشروعا سيوصلك إلى حلمك الكبير في تحقيق ذاتك، وأمام زملائك نقول لك أنت مصدر إلهام لنا ولكل من يرانا اليوم. صاحب المجهود معك في الليل والشدة، ومن حلمه بدون حدود بنى رغم الوجع مجده. معك يا صاحب المجهود معك في الليل والشدة. وأخذوني أهلي للمدرسة، شافتني المديرة، شافوني والإداريين، قالوا لا يمكن هذه ما تدرس، لأن يعني المعاقين بهذا الشكل يكون عندهم تخلف عقلي. وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده، بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. خياطة تعلمتها من أمي، كانت خياطة. حبيت إني أخيط، كان لما يجي العيد المناسبات أروح أخرج للسوق أشتري، ما أحصل ملابس على مقاسي، كان صغير كان كبير كان ما أحصل على مقاسي بالمرة. فأشوف الفستان اللي يعجبني وأنا نفسي فيه، أشتري قطعة قماش وأروح أخيطها لحالي. لكننا أمنا فيك وجودك للنجاح السر، ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا أمنا فيك وجودك للنجاح السر، وجودك للنجاح السر. يعني هذا المشروع مناسب لي إني أكون أشتغل في نفس البيت، ما كنت أخرج لأن المواصلات صعبة علي، وإذا خرجت وحدي في من يزعجني بالشارع. وهو كان مناسب لي لأنه في داخل بيتي أشتغل، ما عاد أخرج برا ويجوا الناس لعندي، وأشتغل فيه وأنا داخل معززة مكرمة. معك خطوة على خطوة.